السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ان شاء الله القواعد ديال الاشتقاق. يعني هذا الفيديو هذا جد مهم، يعني بالنسبه للناس اللي تالي بكالوريا خص ضروري تشد القواعد عن ظهر قلب وتعرف كيفاش تستخدمهم في الدواء، يعني في التمارين. صافي مفهوم؟ يعني انا كتبت لكم دابا هنايا بالنسبه اللي بغى ياخذ سكرين يعني ديال الدواء، يعني ديال القواعد، قواعد كاملين هنايا وغنحاول نفسروهم ونديروا امثله وغادي ان شاء الله يتيسروا الامور. صافي، اذا شوف معايا هنا قال لك بلي كتكون عندك عدد الاشتقاق ديالو راه هو صفر. صافي مفهوم؟ مني كتكون عندي ا اكس الاشتقاق ديالها هو ا، مثلا راه كانت عندي 2 الاشتقاق ديالها 0. صافي مفهوم؟ 3 4 اي عدد من ا. كانت عندي 3 اكس الاشتقاق ديالها هو 3. صافي مفهوم؟ يعني هو داك العدد اللي كيكون لاصق من اكس، واضح؟ الاشتقاق ديال ا اكس زائد بي قال لك هو ا، علاش؟ حيت الاشتقاق ديال العدد 0 والاشتقاق ديال ا اكس هو ا، اذا غتبقى ليا غير ا، واضح الامر؟ اذا مثلا 2 اكس زائد 1 الاشتقاق ديالها ديال النيشان هو 2. صافي مفهوم؟ اكس اس ان، هنا هاد الاس هنا كينزل وداك الاس كنقص منه واحد. صافي مفهوم؟ يعني مثال بحال مثلا كانت عندي اكس اس 4، اش غيطرى لهادي؟ 4 غادي تنزل مفهوم؟ اكس اس 4 ناقص 1 شناهي؟ هي 3 نيشان، هي 4 اكس اس 3. صافي مفهوم؟ واضح؟ هادشي اللي غادي نشوفو في الامثله بكثره. صافي مفهوم؟ غادي نحاول نديرو بزاف ديال الامثله حتى تشدو القواعد. بالنسبه لجدر اكس قال لك هو 1 على 2 جدر اكس. صافي مفهوم؟ فيما تكون عندك جدر اكس 1 على 2 جدر اكس. بالنسبه لواحد على اكس هي ناقص 1 على اكس اس 2. 1 على اكس هو ناقص 1 على اكس اس 2. حاول انكم تشدوا القواعد. سينوس هو الكوسينوس، الشقاق ديالو هو الكوسينوس، الكوسينوس الشقاق ديالو هو موان سي. الشقاق ديال سينوس ا اكس زائد بي، مثلا سينوس ديال الشقاق ديال 2 اكس زائد 1، اش كنديرو؟ الشقاق ديال الدخلانيه مضروب فالشقاق ديال هذا، الشقاق ديال هذا هو كوسينوس هذيك الحاجه. بحال مثلا هنا سينوس اش غادي يكون هذه؟ هي 2 اشنو؟ كوسينوس 2 اكس زائد 1. صافي مفهومة؟ إذا 2 كوسينوس 2 اكس زائد 1، هنا كوسينوس ديال ا اكس زائد بي هو ناقص ا سينوس ديال ا اكس زائد بي. يعني مثلا كانت عندي كوس ديال 3 اكس زائد 3، شنو هذا؟ هو 3 موان 3 سينوس نفس الدالة الداخل، كتبقى نفس. صافي مفهومة هاد القضية هادي؟ مزيان، غنشوفو أمثلة بزاف في هادشي. دابا غادي نشوفو العمليات على الدواء. دابا كتكون عندك دالة كبيرة مثلا فيها المجموع ولا فيها الضرب ولا فيها القسمة ولا فيها الجذر ولا فيها واحد على المقام، يعني بزاف كاملين خصك تعرف كيفاش تشقهم، عندهم قواعد. وهذا راه من يعني من الحوايج اللي مهمة جدا في السنة الثانية بكالوريا. إذا بالنسبة لأو زائد بي بريم، يعني مجموع دالتين، دابا مثلا كانت عندي دالة ودالة وبغيت أنا ندير لهم مثلا الاشتقاق ديالهم، إذا كانت الشق الأولانية زائد الاشتقاق ديال الثاني، كذلك الناقص، الشق الأولانية ناقص الاشتقاق ديال الثاني. إذا هنا عندي أو زائد بي بريم، إذا راه هي أو بريم زائد في بريم. صافي واضح الأمر؟ مزيان. إذا هنا أ إكس بريم شناهي؟ قال لك العدد إلا كان ثابت راه حتى في الفيزيك، إلا كان العدد ثابت وبغيتي تشقو كتخرجو من الإشتقاق، وهادشي غتشوفوه مع الأستاذ ديالكم في الفيزياء، يعني العدد كيخرج من الإشتقاق. صافي مفهوم؟ وكتبقى ليا عدد مضروب في الدالة المشتقة. غنشوفو هادشي في الأمثلة. بالنسبة إلا كان عندي ضرب دالتين، صافي مفهوم؟ ضرب دالتين وبغيت ندير لهم هنايا بريم. صافي مفهوم؟ يعني بغيت ندير لهم بريم شناهي؟ راه هي او بريم في في زائد او في في بريم. او بريم في في زائد او في في بريم، يعني الاولانيه كتاخذ بريم زائد عاد الثانيه كتاخذ بريم. صافي واضح الامر؟ مزيان. دابا انا كانت عندي مشتقه، يعني هنا المشتقه ديال دالتين يعني مقسومين على بعضياتهم، اش كندير؟ فوقانيه بريم في في ناقص هذه في التحتانيه بريم على التحتانيه اس 2. صافي الشا يعني U في V ناقص U في V بريم على V أس 2.
دابا نجيو للجدر والدالة كاينة لداخل، اش كنشد؟ كنشد ديك الدالة اللي كاينة لداخل، كنحطها الفوق، كندير ليها الاشتقاق على جوج شطر هذيك الدالة، صافي واضح؟ هادي راه من أسهل زعما، يعني مثلا ناخدو شي مثال هنايا، مثلا جدر جوج إكس زائد واحد، شناهي؟ راه هي جوج إكس زائد واحد بريم على جوج جدر جوج إكس زائد واحد، وشناهو الاشتقاق ديال هادي؟ هو جوج على جوج جدر جوج إكس زائد واحد، وغتمشي ليا جوج مع جوج، غتبقى ليا هي واحد على جدر جوج إكس زائد واحد، هذه راه مثال بسيط في الجدر، صافي واضح الأمر، مزيان. إذا لاحظ معايا هنا، دابا هادي جدر من رتبة إن ديال اليحيى، تقراوها في الدورة الأولانية جدر من رتبة إن، ولكن في الوطني ما عندكمش، صافي مفهوم؟ إذا جدر من رتبة إن ديال اليحيى، شناهو؟ راه هو الدخلانية بريم، وهذا شناهو اللي كيكون مضروب هنا؟ الرتبة، واضح الرتبة، على شنو؟ على جدر من رتبة إن ديال هاديك اللي كانت لداخل أس إن ناقص واحد، نديرو مثال، يلا أجي معايا، يلا. تحيدو هادي شي شوف معايا المثال دابا ديال جدر من رتبة إن، ناخدو شي دالة مثلا، ناخد جدر من رتبة ثلاثة صافي ديال أش ديال جوج إكس زائد واحد مثلا، هادي إلا بغيت ندير الإشتقاق طبق عليها، كتاخد الوسطانية الفوق كدير ليها بريم، ولتحت هاد الرتبة هادي اللي كاينة هنا كنحطها ثلاثة جدر من رتبة ثلاثة، وهاد الدخلاني كندير هاداك الرتبة يعني إن ناقص واحد، إن ناقص واحد، شناهي إن ناقص واحد؟ راهي ثلاثة ناقص واحد هي جوج، يعني جوج إكس زائد واحد الكل أس اثنان، واش غتولي عندي الاشتقاق ديالها ديالها هو جوج على ثلاثة جدر من رتبة ثلاثة ديال جوج إكس زائد واحد الكل أس اثنان، يعني راه ببساطة وغنديرو فيها أمثلة أخرى، صافي مفهوم؟ لا كانت عندي دابا الاخيره والقاعده الاخيره هي الا كانت عندي واحد عاود جاوب ديجا مهمه واحد على او صافي مفهوم واحد على او شنو هي واحد على او هي ناقص او بريم على او اس اثنان ناقص او بريم على او اس اثنان اذا مثلا كانت عندي انا هنايا واحد على اكس او كاري زائد اكس بريم اش غادي نشد غندير ناقص هي الاولانيه ديال القاعده اللي كان تحت غندير ليه بريم صافي وتحتاني اس اثنان يعني اش غتسمح لي هذه الشقاق ديال هذه هي جوج اكس والشقاق ديال هذه هو واحد لتحت اكس اس اثنان زائد اكس الكل اس اثنان صافي فهم راه جد بسيط الاشتقاق يعني غير خصك تركز تشد ورقه وستيلو وتحطهم قدامك يعني وتحط قدامك هاد القواعد وتشدهم على ظهري قلب صافي مفهومه دابا بقى لينا وحده اللي بقات لينا هي شنو هي هي الا كانت عندي او اس ان صافي مفهوم وبغيت ندير ليها بريم وهذه اللي تحطات في الاستدراكيه ديال العام اللي فات يعني ديال 2019 صافي يعني الاستدراكيه ديال العام 2019 اذا شنو هي ان او بريم مضروبة في او اس ان ناقص واحد هادي قليل فين كتحط ولكن متحطاش في الوطن اذا هبطات ان هاهي هادي او بريم فاش هاداك الدالة اس ان ناقص واحد يعني ان ناقص واحد صافي مفهوم مثلا ناخد واحد المثال هنايا معايا المثال مثلا عندي اكس زائد واحد لا اكس او كاري زائد واحد كل السالب صافي وهنا بغيت ندير هذا الاشتقاق اذا شناهي غيهبط ان 3 اكس اس 2 زائد 1 صافي مفهوم بريم اكس اس 2 زائد 1 اس 3 ناقص 1 هي كم هي اثنان يعني حتى عندي هنا ان ناقص 1 صافي صحيحه مفهومه هذه القضيه اذا هي 3 الاشتقاق ديال هذه هي 2 اكس اكس اس 2 زائد 1 كل اس 2 و 3 في 2 هي 6 اكس اكس اس 2 زائد 1 كل اس 2 اذا غادي نخليكم مع الامثله يعني غنديروا امثله وتمارين يعني باش تشدوا هذه القواعد عن ظهري قلب كيف ما شفتوا هذا هو المثال الاول اللي غادي ناخذه ان شاء الله وغادي نديروا ليه الداله المشتقه غير ركزوا معايا وشوفوا الطريقه اللي غادي ندير بها اف بريم دو اكس
اف بريم دو اكس يعني غنشد اكس اس 2 زائد 1 على اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 بريم صافي الفوق. وغادي هادي دابا راه عندي اف على جي ولا عندي او على في صافي الفوق. يعني غادي نخدم او على في. او على في اش قلنا؟ الفوقانيه بريم في التحتانيه ناقص التحتانيه بريم في الفوقانيه على التحتانيه اس 2. اذا هذا غنطبق القاعده هذه لاحظوا معايا. الفوقانيه بريم اكس اس 2 زائد 1 بريم مضروبه اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 صافي الفوق. اش بيناتهم؟ ناقص. واضح الامر؟ اذا هي اكس اس 2 زائد 1 عامل اكس اس 2 زائد 2 اكس صافي زائد 2 ماذا بريم على اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 اوكا صافي الفوق. ونبدا نخدم هذا لاحظ معايا. اذا عندي الشقاق هنايا اكس اس 2 الشقاق ديالو غنطبق عليه القاعده اكس اس ان. اذا غيهبط الاس النقص منه واحد. اذا الشقاق ديال 2 اكس راه هو اكس اس 2 راه هو 2 اكس والشقاق ديال العدد هو 0 صافي الفهم. اذا غتبقى لي 2 اكس عامل لي اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 ناقص. نخلي الاولانيه حيت ما فيهاش البريم والثانيه غندير لها الشقاق. الشقاق ديال اكس اس 2 هو 2 اكس والشقاق ديال 2 اكس هو 2 والشقاق ديال العدد راه هو 0 صافي مفهوم. اذا التحتانيه اس 2 اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 اوكا صافي واضح الامر. اذا دابا نشرح هذاك الشيء ونحاول نبسطو يلا لو بلو بوسيبل انني نبسطو يعني مهما يعني حتى لواحد الدرجه اللي ما يبقاش يقد يتبسط. حيت كاين اللي كيقول لك استاذ ديالك ما نخليوها بحال هكا. لا راه خصك تبسطها باش ملي تبغي تدرس لها الاشاره تسهل عليك. واضح الامر. اذا هنا غادي ننشر. اذا 2 اكس في اكس اس 2 راه هي 2 اكس اس 3. 2 اكس في 2 اكس راه هي زائد 4 اكس اس 2. 2 اكس في 2 زائد 4 اكس ناقص ناقص. دابا راه غادي تنشر راه كلشي هادشي غيضرب في ناقص اكس اس 2 في 2 اكس راه هي 2 اكس اس 3 صافي واضح الامر. مع الناقص جوج اكس اس 2 في 2 يعني ناقص 2 اكس اس 2 1 في 2 اكس ناقص 2 اكس 1 في 2 ناقص 2 صافي واضح الامر. على اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 الكل اس 2 واضح. اذا هاد 2 اكس اس 3 وهاد ناقص 2 اكس راهم عددين متقابلين مجموعهما صفر صافي واضح الامر. هادي وهادي مشات وهادي وهادي مشات صافي هادي مشات. عندي هنايا 4 اكس اس 2 وهنا عندي ناقص 2 اكس اس 2 يعني شحال غتبقى ليا 2 اكس اس 2 2 اكس اس 2 صافي مفهوم. هنا عندي 4 اكس ناقص 2 اكس هي غتبقى ليا زائد 2 اكس. واش بقى ليا في الاخر؟ ما عنديش الاعداد عندي غير ناقص 2 هاي في الاخر على اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 2 الكل اس 2 وهذه هي اف بريم دو اكس صافي مفهوم الامر. اذا هذه الداله هذه غيكون هو الشقاق ديالها. نخليكم مع المثال الاخر. اذا هذا هو المثال الاخر اللي غادي ناخذو. غادي نحاولوا نديروا لها الداله المشتقه ديالها. اذا اف بريم دو اكس هي اكس ناقص جذر اكس زائد 2 بريم صافي مفهوم. اذا غادي نشقها غادي نشق دابا هنايا عندي المجموع قلنا حنا بلي كيكون المجموع غندير الاولانيه بريم زائد الاخرانيه بريم. اذا هنا غندير اكس بريم صافي فوق ونخلي ناقص بلاصتو جذر اكس زائد 2 بريم صافي فوق. اذا هنا الشقاق ديال هذا هو واحد. نخلي ناقص الشقاق ديال جذر او. جذر او هو او بريم على 2 جذر او صافي. يعني غناخذ اكس زائد 2 بريم على 2 جذر اكس زائد 2. اذا غتبقى ليا هي واحد ناقص الشقاق ديال هذا شحال؟ راه هو واحد حيت قلنا ا اكس زائد بي هو ا. وشنو هو هنايا ا هو الواحد. اذا غتبقى ليا واحد على 2 جذر اكس زائد 2. الا بغيتي واحد المقام ما كاين باس يعني تقدر توحد المقام تقدر تخليها بحال ما هكذا يعني اف بريم دو اكس هي بغيتي نوحد المقام نوحد المقام هذا تضرب هنا تولي 2
جذر اكس زائد جوج ناقص واحد على جوج جذر اكس زائد جوج. صافي مفهوم؟ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الداله المشتقه. ونشوفوا مثال اخر. اذا شوفوا معايا المثال هذا، بالمثال هذا جذر من الرتبه 3. صافي مفهوم؟ داله جذر من الرتبه 3، يعني غنشوفوا كيفاش غنديروا ليها الاشتقاق ديالها. صافي مفهوم؟ اذا غناخذ اف بريم دو اكس هي شنو هي؟ جذر من الرتبه 3 ديال 3 اكس ناقص 1 بريم. صافي مفهوم؟ غادي نمشي نشوف دابا كيفاش غادي ندير الاشتقاق. اش عندي هنايا؟ ها هي جذر من الرتبه ان، هي شنو؟ هي الدخلانيه بريم الفوق ان جذر من الرتبه ان ديال او اس ان ناقص 1. صافي مفهوم؟ يعني اش غادي ندير هنا؟ 3 اكس ناقص 1 بريم على لتحت شنو غادي ندير؟ 3 جذر من الرتبه 3 ديال اش؟ ديال 3 اكس ناقص 1، والوسطى شنو غادي ندير؟ 3 ناقص 1 راه هي 2. صافي واضح الامر. اذا 3 اكس ناقص 1 بريم هي شنو هي؟ راه هي 3، حيت ا اكس زائد بي راه هي 3. ولتحت 3 جذر من الرتبه 3 ديال 3 اكس ناقص 1 الكل استثناء. اذا لاحظوا معايا هنايا بلا انني غادي نختزل واحد في 3، فهادي مع هادي غتمشي. اش غتبقى ليا؟ اف بريم دو اكس هي شنو هي؟ هي 1 على جذر من الرتبه 3 ديال 3 اكس ناقص 1 الكل اس اي. صافي مفهوم؟ هذا غادي يكون هو المثال الثالث. نشوفوا مثال اخر. اذا نخليكم مع المثال هذا، هذا مثال اخر غادي نطبقوا فيه واحد القاعده اخرى. هنا عندي داله مضروبه بداله، يعني او في في. صافي مفهوم؟ يعني غنمشي او في في. القاعده ديال او في في، او بريم فوا في بلوس او فوا في بريم. صافي مفهوم؟ اذا غادي نمشي غادي ندير الداله المشتقه بكل سهوله. مني كنعرف انا شنو خصني نستخدم، صافي ديك الساعه كيبقى كلشي غير حساب. يعني الا كانت عندي القاعده في الذهن ديالي، اذا راه كلشي كيبقى غير حساب. دابا غادي ناخذ الاولانيه بريم الثانيه، اكس استثناء بريم اكس زائد 1 بيناتهم زائد، راه كاين اللي كيغلط وكيدير ناقص، لا بيناتهم زائد. اذا اكس استثناء في جذر اكس زائد 1 بريم. صافي مفهوم؟ اذا غادي نمشي ندير الاشتقاق ديال هذه. الاشتقاق ديال هذه كم؟ هو 2 اكس فواش جذر اكس زائد 1. واضح الامر؟ اذا هنا زائد اكس استثناء الشقاق ديالي هذه شنو هو؟ هو جذر او، او بريم على جوج جذر او. اذا اكس زائد 1 بريم على جوج جذر اكس زائد 1. واضح الامر؟ مزيان. اذا هنايا هي جوج اكس جذر اكس زائد 1، الشقاق ديال هذه شنو هو؟ هو 1. اذا غتبقى ليا زائد اكس استثناء على جوج جذر اكس زائد 1. حاولوا دابا انني غنضرب هذا في هذا. صافي مفهوم؟ باش نوحد المقام. اذا اش غادي تصبح عندي؟ غتولي عندي جوج اكس هذا في هذا، اش غيصبح ليا؟ جوج في جوج غتولي ليا هي 4، كتب 4 اكس غتبقى في بلاصه، جذر جذر وبحال بحال غيولي يعطيني جذر اكس زائد 1 اوكار زائد اكس استثناء الكل على جوج جذر اكس زائد 1. صافي مفهوم؟ غيطير ليا هذا مع الجذر. اذا اش غادي تبقى ليا؟ غتبقى ليا 4 اكس عامل لي اكس زائد 1 زائد اكس استثناء على جوج جذر اكس زائد 1. اذا هنايا 4 اكس في اكس هي 4 اكس استثناء زائد اكس هي 5 اكس استثناء. 4 اكس في 1 راه هي زائد 4 اكس، ولتحت غادي تبقى ليا جوج جذر اكس زائد 1. صافي مفهوم؟ هذه راه هي اف بريم ديال اكس. اذا هذه هي الداله المشتقه. غادي نشوفوا ان شاء الله مثال اخر اللي غادي تفهموه بكل سهوله. اذا نشوفوا هذا المثال هذا. ان شاء الله في هذا المثال هذا غادي نحاولوا اننا نطبقوا بزاف ديال القواعد، وغادي نطبقوا القاعده. اول قاعده هي او اس ان. او اس ان عقلوا عليها مزيان، هي ان في او بريم في او اس ان ناقص 1. صافي مفهوم؟ اذا شنو هو؟ غادي يهبط لي داك الاس اللي هو 3، ونشد هذيك الداله ندير ليها بريم، ونضربها في الداله نفسها غير هي 3 ناقص 1 اس 2. يلا لاحظ معايا. اذا اف بريم
اكس زائد واحد على اكس زائد جذر اكس اس 3 هذا مالو كامل بري. لاحظ معايا مزيان شنو غادي يطرا. قلت لكم بان الاس كينزل يعني كينزل اس يعني هنا راه 3. اش الوسط شنو غادي تلقى لي اكس زائد واحد على اكس زائد جذر اكس شنو كندير ليها بري صافي فهم الشقار ديال هذا. عاد من هنايا كندير اكس زائد واحد على اكس زائد جذر اكس 3 ناقص 1 راه هي 2 صافي فهم واضح الامر. اذا هنايا 3 عالي الشقار ديال اكس شنو هو؟ هو 1. الشقار ديال 1 على اكس هو 1 على اكس هو ناقص 1 على اكس اس 2 يعني ناقص 1 على اكس اس 2. الشقاق ديال جذر اكس هو شنو هو؟ هو 1 على 2 جذر اكس زائد 1 على 2 جذر اكس عامل لي اكس زائد 1 على اكس زائد جذر اكس. مزيان مفهوم هذا؟ اذا لاحظ معايا بغيت شي واحد المقام لهادشي يعني هنايا اها اس 2 اذا بغيت شي واحد المقام هنا 3 عامل شنو هو المقام الموحد؟ دابا لاحظ معايا انا غادي المقام الموحد هو 2 جذر اكس اكس اس 2 صافي مفهوم. بغيتي انك تولي عندك هنا اكس اس 2 راه خاصك تضربها في اكس جذر اكس اكس جذر اكس باش تولي لك اكس اس 2 وهذه فاش غتضربها غتضربها في 2. اذا المقام الموحد هو 2 اكس اس 2 اذا لاحظ معايا 2 اكس اس 2 غتضرب هنا يعني غتولي لي 2 اكس اس 2 هذا فاش غنضربو باش يولي 2 اكس غنضربو ب 2 اذا ناقص 2 هذا فاش غنضربو باش يولي 2 اكس اس 2 في اكس جذر اكس يعني عندي زائد اكس جذر اكس ولتحت اش غتكون عندي 2 اكس اس 2 الواضح امر. واحد المقام هنا راه شويه صعيب ولكن ردوا بالكم راه غيبان لكم بلا انه ساهل. فاش ضربنا هنايا بانو المقام الموحد هو 2 اكس اس 2 يعني هنا غنضرب اكس اس 2 على 2 اكس اس 2 على 2 اكس اس 2 هنا غنضرب في 2 هنا غنضرب في اكس جذر اكس باش يبقى لي اكس وهذا مع هذا غيعطيني اكس اكس في اكس هي اكس اس 2 واضح الامر هنا راه بطريقه يعني راه جد سهله صافي مفهوم. اذا هذا هو اف بريم دو اكس صافي مفهوم. اذا راه هذا موجب هذا موجب لو بغيتي تدرس الاشاره ديال اف بريم راه غتدرس غير الاشاره ديال هنايا حتى المقام ديال هذا راه موجب يعني غتدرس غير اشاره الوسط. مزيان اذا نشوفوا مثال اخر باش نوضحوا الامر. اذا غادي نخليكم مع هذا المثال هذا يعني مثال يعني غيكون فيه شامل يعني يكون فيه بزاف ديال القواعد بحال هكا. غادي ناخذ اول قاعده هي جذر او يعني نشوفوا الداخل نديروا جذر او عاد غتلاحظوا بلي انا غادي يخرج لكم قاعده اخرى اللي هي او على في. المهم نمشيو معاه في درجه درجه يعني اف بريم دو اكس اش غادي ناخذ هنايا يعني غادي ناخذ الدخلاني بريم يعني ناخذ بعدا جذر 2 اكس على اكس ناقص 1 بريم يعني اش غادي ناخذ الوسطاني بريم يعني 2 اكس على اكس ناقص 1 بريم على 2 جذر 2 اكس على اكس ناقص 1 صافي فهم واضح الامر. اذا هنا الشقاق ديال هذا غادي نخدم او على في عاوتاني يعني غنخدم هاد القاعده هادي او بريم في في ناقص او في في بريم هنا صافي فهم. اذا غنمشي لهنا يعني غتعطيني 2 اكس بريم في اكس ناقص 1 بريم ناقص يعني 2 اكس بريم في اكس ناقص 1 عاد في المرحله الثانيه غياخذ هذا البريم يعني غتبقى لي 2 اكس عامل لي اكس ناقص 1 بريم على اكس ناقص 1 الكل اس 2 على 2 جذر 2 اكس على اكس ناقص 1 صافي مفهومه. اذا هنايا هذا بريم راه هو 2 صافي واضح. هذا غادي ينزل يتضرب لي في هذا اذا اش غيصبح لي هنا في المقام 2 عامل لي اكس ناقص 1 اس 2 جذر 2 اكس على اكس ناقص 1. اذا هنايا غتولي لي 2 عامل لي اكس ناقص 1 ناقص 2 اكس وهذا الشقاق ديالو هو 1 1 في 2 اكس راه هي 2 اكس صافي واضح الامر. اذا تساوي هنايا 2 اكس ناقص 2 اكس شحال غادي تبقى ليا هي ناقص 2 اكس
هنايا جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، وهنا عندي ناقص جوج اكس. اذا اش غادي تمشي ليا هذه مع هذه؟ واش غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا غير ناقص جوج اكس. اذا غادي نحاول نمسحو هادو باش نكتبو النتيجة نيشان، يعني غادي تبقى ليا ناقص تحت في المقال غادي تبقى ليا جوج عامل لإكس ناقص واحد أس اثنان في جذر جوج إكس على إكس ناقص واحد. صافي مفهوم؟ هادي هي الدالة إف بريم دو إكس. صافي مفهوم؟ إذا هادي حاولنا أننا نديرو فيها بزاف ديال الأمثلة، يعني حاولوا أنكم تخدموا هاد الأمثلة كاملين ودخلوا الصفحة على الفيسبوك، يعني تلقاو فيها السلسلة اللي فيها تمارين ديال الإشقاق. حاولوا أنكم تخرجوهم كاملين إن شاء الله، والله ولي التوفيق، وإن شاء الله غادي تفهموا الدرس وغادي تجيبوا في الامتحانات مزيان. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله في الدالة المشتقة الثانية.